إلى أنه سيكون في إجابات للأسئلة بعد المحاضرة. من كان هناك إذا كان أحد عنده سؤال يمكن أن يكتب السؤال ويقدمه لنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي في الحقيقة ما محاضرة، كلمات بسيطة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وإياكم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الكلمة عنون لها بعنوان أسباب محبة الله للعبد، بمعنى ما هي الأسباب التي إذا فعلها العبد أحبه الله تبارك وتعالى. ومعلوم إنه ما في إنسان مسلم إلا وهو يطمع في محبة الله تبارك وتعالى. وقبل ما ندخل في سرد هذه الأسباب وفي تفاصيل هذه الكلمة، يرد علينا سؤال مهم، بل مهم جدا، ألا وهو: هل الله تبارك وتعالى يحب؟ ماذا؟ سؤال مهم. قبل ما نعرف الأسباب التي إذا فعلناها أحبنا الله، دارين نعرف ذاته، هل الله عز وجل يحب أم لا؟ الجواب نعم، الله تعالى يحب، والمحبة صفة من صفات الله عز وجل. وثبت في القرآن وكذلك في السنة الصحيحة أن الله تعالى يحب أعمالاً وأقوالاً وأفعالاً وأماكن. دي كم حاجة؟ أربع حاجات: أقوال وأعمال وأفعال وأماكن، كل هذه يحبها الله تبارك وتعالى. نأخذ أدلة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل يحب أناساً اتصفوا بصفات معينة، مش كده؟ الهم التوابين يعني كثيري التوبة، الناس اللي بيتوبوا كثير دي ربنا بيحبهم. والمتطهرين الذين طهرت قلوبهم من الشرك والرياء والبدع والكفريات والمعاصي، هؤلاء يحبهم الله تبارك وتعالى. مثال آخر، قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والآية دي فيها زيادة فائدة، ألا وهي أن الله عز وجل كما هو يحب كذلك يحب، زي ما ربنا بيحب برضو شنو؟ يحب هو الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى، مثال ثالث: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ده برضو مثال على أن الله عز وجل يحب ويحب أناساً إذا اتصفوا بصفات معينة. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة كما ذكر أهل السير، التفت إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله. إنك يعني مكة لأحب البلاد إلى الله، يعني الله بيحبها مكة دي، الله بيحبها.
فده فيه دليل على أن الله عز وجل يحب مكان أو أمكنة معينة. ومعلوم أن المساجد بيوت الله عز وجل ويحبها الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى هذا الحديث دل على أن الله عز وجل يحب نوع معين من أنواع الكلام، وهو عمل وعبادة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه يحبها الله تبارك وتعالى. والأدلة كثيرة جدا. إذن أثبتنا من خلال القرآن والسنة أن الله عز وجل يحب أشخاص، ويحب أشخاص إذا اتصفوا بأوصاف معينة، ويحب أماكن معينة، ويحب أقوالا وأفعالا معينة. طيب، يرد سؤال آخر: هل محبة الله كمحبة المخلوق؟ يعني نحن عندنا، نحن الآن كلنا مخاليق، خلقنا الله تبارك وتعالى. الحب عندنا هو عبارة عن الميل القلبي، مش كده؟ الميل شنو؟ القلبي، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف، قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني ملأ قلبها حبا، والشغف من الشغاف، واحتمال يكون مر عليكم في الطب هنا، الغشاء الذي حول القلب يسمى جنو، يسمى بالشغاف، لأنه الحب مكانه وين؟ مكان القلب. لذلك قالوا: قد شغفها حبا، يعني ملأ قلبها حبا. طيب، نحن عندنا الحب هو الميل القلبي، هل الله عز وجل يوصف بنفس الوصف؟ الجواب لا. الجواب شنو؟ لا، مع اشتراك الصفة ألا وهي الحب. لكن نحن حبنا ليس كحب الله عز وجل، حب الله تعالى ثابت بالقرآن والسنة زي ما ذكرنا، لكن الكيفية الله أعلم بها، نحن ما نعلم كيف يحب الله عز وجل. الكيفية، ركزوا معايا يا أخوان، الكيفية ما نعلم بها، لكن نعلم أنه يحب. وجهنا بالكيفية لأننا جهنا بذات الله عز وجل، الذات الإلهية، هل نعلم بها؟ لا، ما نعلم بها، لكن نؤمن بالله عز وجل، ونؤمن بصفاته ونثبتها. لماذا؟ لأنها جاءت في القرآن والسنة. لكن الكيفية الله أعلم بها، ما نكيف. طيب، قد يرد سؤال: هل ممكن عقلا تشترك الصفات وتختلف الكيفية؟ الجواب نعم. أضرب لكم مثال من الواقع: أنا عندي يد، دي اليد اليمين ودي اليد الشمال، عندي يدين، وكلكم عندكم أيادي، والجك عنده يد، مش كده؟ قل لك شيل الجك من يد الجك، مش كده؟ والكفتيرة عندها يد، قل لك شيل الكفتيرة من يدها، مش كده؟ والكرسي عنده يد، كلهم اشتركوا في مسمى الصفة، مش كده؟ يد 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 يد، لكن هل كلهم كيفية واحدة؟ لا، بالتأكيد. يد الجك ما زي يدي أنا، ويدي أنا ما زي يد الكرسي. إذا كان ده في المخلوقات تشترك الصفة وتختلف الكيفية، فما بالك في الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. أديكم مثال ثاني عشان نكفل الباب ده ونخش في الموضوع. ربنا ذكر في القرآن أمثلة على صفات لله عز وجل
موصوف بها كذلك المخلوق. مثال، ربنا قال في سورة سورة النساء: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. وهنا في فائدة من باب الشيء بالشيء يذكر. كان دي كان الهنا ما بتجي ما معناها الفعل الماضي، لأنه كان دائما بتجي بشنو؟ بالفعل الماضي. لما تقول كان فلان يعني في شنو؟ في الماضي، لكن هنا ما بتدل على الماضي، لأنه لو قلنا كان الله سميعا بصيرا على الماضي، إذن الآن ليس سميعا ولا بصيرا، والكلام ده خطأ. العلماء قالوا كان هذه تسمى كان مسلوبة الزمان، يعني ما عندها شنو؟ زمان محدد. مثال لها من القرآن، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب الآن ليست كتابا موقوتا؟ لا، كتابا موقوتا. طيب، وكان الله سميعا بصيرا. ربنا اتصف بصفتي السمع والبصر، ومن أسمائه السميع البصير، مش كذا؟ الله عز وجل يرى، زي ما ربنا قال: ألم يعلم بأن الله يرى ويسمع، كما قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. طيب، المخلوق موصوف بنفس الصفات. ربنا قال في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أيوة، إذن اشتركا الصفتين في حق الخالق وفي حق شنو؟ المخلوق. لكن هل الكيفية واحدة؟ لا، مستحيل مستحيل. سمع المخلوق وبصر المخلوق محدود عنده حد معين، وانتوا ناس بتاعين طب بتعرفوا الكلام ده. الآن أبعد حتة ممكن لو خلاص نظرك ستة في ستة تشوف لحد وين، يعني من هنا يمكن أبو حمامة اللي قدام ما بتشوف تاني، مش كده؟ السمع كذلك، الآن ما بتسمع أنت الحاصل في السجانة، بجائز خليك من السجان، تحت في الاستقبال أنت ما بتسمع الحاصل. ليه؟ لأنه سمعك ماله؟ محدود، عنده حدود معينة. لكن سمع الله عز وجل وبصر الله عز وجل لا حد لهما، ما عندهم حد. عشان كده الآية اللي قريتها قبل شوية، سورة المجادلة أو المجادلة، المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها خولة بنت ثعلبة، زوجة عبادة، زوجة أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت، راجل ظاهر منا حكم الظهار. الآيات دي كلها نزلت في حكم الظهار، والظهار تعريفه إنه الراجل يقول لزوجته: أنت من الليلة زي أمي وحدي، أو يقول لها: من الليلة أنت زي أختي وحدي. ده بيسموه في الدين شنو؟ ظهار. ده حرام، ما بيجوز. كيف زي أمك وكيف زي أختك؟ هذه زوجتك ودي أمك ودي أختك، ما بيتلمن أصلا أي واحد براه. ده اسمه حكم الظهار. المرأة خولة رضي الله عنها ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوس بن الصامت وهبت له شبابي، فلما كبر سني ورق عظمي، يعني كبرت، ظاهر مني، يعني قال: لا، أنت علي كظهر أمي. فأصبح صارت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة بتروي القصة دي في صحيح البخاري، وأوردها ابن كثير في تفسير الآيات من سورة المجادل، قالت: والله إن المرأة في الحجرة. المرأة وين؟ هي لما جاءت كانت في حجرة السيدة عائشة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحجرة بتاعت السيدة عائشة صغيرة ما كبيرة. قالت المرأة في ناحية من الحجرة، يعني هنديك قاعدة هناك بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة قاعدة هنا، قالت: إني لأسمع بعضا من كلامها ويخفى علي البعض. تحاول تسمع في جزء من كلام المرأة بتسمعه، وفي جزء شنو؟ ما بتسمعه. ربنا قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقالت السيدة عائشة: سبحان من وسع سمعه
السماوات والأرض. عرفتوا الفرق بين الصفتين؟ طيب إذا نطلع بنتيجة إنه ربنا بيحب، ومحبته ما بتشبه محبة المخلوقين، لا نعلم كيفيتها، محبة يليق بالله عز وجل، كذلك يكره، لأنه عكس المحبة الكراهية، مش كده؟ ربنا برضو بيكره، يكره أشياء معينة، ويكره أعمال معينة، ويكره أناس معينين. مثال لذلك في سورة براءة التوبة، قال تعالى: ولو علم الله، قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقال كره الله، إذا ربنا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيحين من رواية أبي هريرة، قال: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. قال: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فكل الكلام ده وكل هذه الأدلة دلت على إثبات هذه الصفات. الكلام ده مهم يا أخوانا. ليه مهم؟ لأنه الليلة بيجيبوا ناس في التلفزيون، ناس بيجيبون في التلفزيون، والناس بتحسب إنه الناس زي الشيوخ، ويجيبون في التلفزيون ويطعنوا في هذه الصفات. واحد مرة جابوه في التلفزيون بيتكلم في غناء في قناة أم درمان، قناة أم درمان، قاعد بيتكلم، قال يقولوا لك، هو بيقول كده، قال يقولوا لك الرحمن على العرش استوى. اللي بيقول منو يا اخوان الكلام ده؟ اللي قاله منو؟ الله في سورة التوبة، مش كده؟ الآية نمرة 5، الرحمن على العرش استوى. هو على حسب فهمه الناقص، على حسب فهمه يفتكر إنه الرحمن على العرش استوى إنه الله قاعد في العرش، وإنه الله بيحتاج للعرش، على حسب فهمه. وده فهم ناقص. ليه؟ لأنه وقع في التمثيل والتكييف. لو كان قال الرحمن على العرش استوى، نعم استوى ولا نعرف الكيفية، مش كان ريح رقبته؟ لا، دخل في حتة صعبة. قال يقول لك الرحمن على العرش استوى، قال الله قال إذا السماء انشقت، يعني السماء لما تنشق الله يتلب؟ والله العظيم الكلام ده موجود صوت وصورة في قناة أم درمان، صوت وصورة فيديو، يعني الله بيتلب؟ معقول زول يوصف الله عز وجل بمثل هذا الوصف؟ لكن ذي الناس نسأل الله العافية. إذن شكد أنا أوردت هذا الكلام لأنه زول زي ده بيجيبوه في الغناء، والغناء دي بيحضروها ملايين الناس داخل وخارج السودان. نرجع لموضوع المحاضرة عشان نختصر، وخير الكلام ما قل ودل. أسباب محبة الله للعبد هي أسباب كثيرة جدا، أسباب كثيرة. نأخذ على سبيل المثال، ربنا سبحانه وتعالى قال الآية اللي قرينا قبل شوية من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآية دي قال ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير: ادعى قوم محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية. في ناس قالوا نحن بنحب الله، زي ما قالوا اليهود والنصارى، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فربنا امتحنهم، قال لهم انتوا لو بتحبوا الله بجد اتبعوا منه الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله. ودي شرطية، درستوا الشرط في سنة ثالثة ويمكن هنا في الجامعة، شرطية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده جواب الشرط. يعني لو بتحبوا الله بجد تعملوا شنو؟ تتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من هنا نأخذ فائدة: إن داير الله يحبك اتبع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف بس النبي صلى الله عليه وسلم سوى شنو وعمل شنو وقال شنو وأمر بشنو، أمشي وراه بس كده الله بيحبك. خالفته الله ما بيحبك. موضوع سهل جدا، اعتبر عملية رياضية: تابعته بيساوي الله بيحبك، ما تابعته ما بيساوي الله بيحبك، اعتبرها كده.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام نحن مأمورين نتبع في كل شيء، أي حاجة صغيرة وكبيرة. وأعظم ما نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا للأمرين ذل، بل كل الرسل والأنبياء. ربنا قال في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وربنا قال في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل أرسلوا من أجل هذا الأمر، وده أعظم أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد والنهي عن الشرك. طيب الشرك ده وشنو ذاته؟ في ناس كتار ما بيعرفوا الشرك، مما تقول له شرك طوالي بيجي في راسه ناس أبو لهب وناس أبو جهل، ونعم ذي المشركين، ويجي في راسه ناس شارون وناس ما تعرف مين، الخواجات العيون الخضراء بيجي في راسه ذي طوالي. لا لا لا، ما ذي البس براهم. انت لما تعرف الشرك بتعرف انه في ناس جوا في بلدنا دي، بل معاك في الصلاة قد يكون مشرك. دي ممكن الزول يستبعدها، معقولة؟ والله ايوه، ممكن يكون امام الجامع ذاته، لكن انت بعد شوية لما تعرف الشرك براك بتعرف مين الوقع في الشرك ومين الما وقع في الشرك. الشرك تعريفه: تسوية غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. بس خمسة ستة كلمات: تسوية غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أو تعريف ثاني: صرف نوع من أنواع العبادات لغير الله. العبادات كلها مفروض تصرف لمن؟ لله. عشان كده ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي عبادة تصرف لله، صرفنا نوع من أنواع العبادات لغير الله بقينا مشركين. كان عينك حمراء ولا صفراء خلاص بقيت مشرك، لأن المقياس ما مقياس لون ولا مقياس أنت من وين، المقياس ما كده، ولا أنت قبيلتك منه، لا لا لا. وإلا أبو لهب كان من وين؟ من أشرف القبائل، قبيلة قريش، وسموه أبو لهب لشنو؟ لأنه كان وضيء وعنده وضاء في وشه، لذلك سمي بأبي لهب. هو ما اسمه كده، اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، لكن يلقب بأبي لهب. طيب نأخذ مثالين ثلاثة وبالمثال يتضح المقال. نأخذ نوع من أنواع العبادات: النداء. النداء عبادة، نثبت إنه النداء عبادة. طيب من القرآن أولا: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب واحد ممكن يقول: لكن الله ما قال نادوني، قال ادعوني، وفي فرق بين ادعوني ونادوني. نقول لك: لا، ما في فرق، واحد، لأنه الدعاء مرات بيجي بمعنى النداء والنداء بمعنى الدعاء. طيب هل الكلام ده عنده دليل في القرآن؟ ايوه عنده دليل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فربنا سمى النداء شنو؟ دعاء. طيب وهل في دليل ثاني من القرآن انه النداء ذاته، النداء عبادة؟ ايوه أدلة كثيرة، اديك منها مثالين ثلاثة. ربنا قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نادانا، نادى منو؟ نادى نوح، نادى منو؟ نادى الله تبارك وتعالى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أيوب عليه السلام نادى منو؟ الله تبارك وتعالى. وذا النون، وذا يونس عليه السلام، والنون الحوت لأنه التقم الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى منه؟ نادى الله تبارك وتعالى. وزكريا، زكريا عليه السلام إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال في كل الأنبياء: فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له كله. في نهاية الآيات ربنا قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا
ورهبة. إذن ثاني دليل إنه سمى النداء شنو؟ دعاء. كان بينادوا الله قال ويدعوننا، إذن النداء والدعاء مالون واحد، معناهم واحد. طيب النداء المفروض يكون لله، يعني أنا أسي داير لي شيء بقول يا الله، لكن إذا ناديت زول والزول ده كان بيقدر يسوي لي الحاجة الدائرة أنا، دي ما بتبقى شرك. يعني مثلا أخونا ده مثلا نقول اسمه أحمد ما بعرفه، قلت له يا أحمد جيب لي معاك موية على قلة، كده أنا مشرك؟ ما مشرك. طيب ما ناديته، ناديته لكن أول حاجة هو سامعني مش كده، ثاني حاجة بيقدر يجيب لي موية مش كده، إذا ما مشرك. 200 ببقى مشرك إذا ما سامعني وما بيقدر يجيب لي موية، ما سامعني وشنو وما بيقدر يجيب لي موية. مثلا قلت يا أحمد، وأحمد ده كان مدفون ميت، يا أحمد الحقنا وافزعنا، ده شنو؟ شرك. وده الليلة عندنا فيه ولا ما فيه؟ راقد بالكوم بالكوم. الجماعة اللي بيقولوا يا رجال العلفون الأسرع من التلفون، قال عندهم رجال أسرع من التلفون، ها ويبشر إن شاء الله راجل مرة. وانت يا سالي الله بديك راجل ساي بلا مرة، لكن أبشر لا بدي راجل مرة لا بدي راجل بلا مرة، يبقى يأتون الأحسن يأتوا. أنا هذا الله تبارك وتعالى عرفتوا، ويا 99 يلفي القلعة راقدين ديل بيغادي، وما تعرف يا ود عويس القلب الغنماية تيس أسي قالبة مالو، والله يجيب غنماية ديل يقلبوها تيوس، نسأل الله العافية. كل لعب وافتراء على الله تبارك وتعالى. يبقى ده ياهو، ده ياهو شرك بالله تبارك وتعالى. واحد بيحكي لنا قالوا في مرة أظن في الشمالية ولا وين، عندهم واحد اسمه حاج بخيت كده في شمال أو جنوب شمال دنقلة، اسمه حاج بخيت. المرة شغالة تنادي يا حاج بخيت الحقنا، ويا حاج بخيت، ويا حاج بخيت. الزول قال لها حجة ما تقولي يا الله، قالت لها ما كلهم واحد. شوفوا بالله الكلام ده، ده ما جهل. يعني المرة دي لما قالت الكلام ده جاهلة، هي ما بتعرف ذاته الفرق بين حاج بخيت وبين الله، ما بتعرف، لأنه ما في زول قعدة في الواطة وعلمها، ما في زول علمها. نحن لابد نطلع من هنا نمشي نعلم حبوباتنا ونعلم أجدادنا. الواحد ما يبقى همه كله بس دار يدرس عشان يتخرج وعشان يبقى دكتور كبير ويفتح له عيادة والكشف بكده وما تعرف شنو، وماشي يعمل ماجستير في إنجلترا كوالالمبور شنو، ده ما الهدف كله. ودي حاجات مطلوبة ما بنمنع الناس منها، لكن نحن حبوباتنا وأجدادنا هل في الغرة ديل ناس الشمالية وناس الجزيرة وناس الغرب، ديل اللي بيعلمهم منو لو ما نحن علمناهم؟ ونحن الله علمنا وبيسألنا يوم القيامة ليه ما علمنا الناس ذيل، فلا بد نعلمهم. ده نوع من أنواع الشرك موجود عندنا الليلة في المجتمع. أديكم مثال ثاني من أنواع الشرك بالله تعالى، ما يسمى بالتمائم أو الحجبات، نسميها حجبات عندنا في السودان، بيربطها في اليد، واحدين بيربطها في الرقبة، واحدين بيربطها في البطن، حجبات. الحجبات دي أول حاجة نسأل النازل سؤال، ربطنا لشنو؟ والحجاب عبارة عن جلد، جلد ملفوف، تكونوا شفتوه، جلد ملفوف جوا في الغالب في طلاسم، مربعات ومثلثات وارقام كده، لما تجمع كده 14 وتجمع كده 14 وكل الاتجاهات 14 مربعات جوا في الحجاب. بيلبسوا ليه؟ نحن سألناهم، لقينا ناس كتار جدا، سألناهم ليه لابسين الحجاب؟ واحد قال بيحفظني، قال بيحفظني الحجاب ده بيحفظني. طيب سؤال بسيط جدا، انت مش كنت قاعد في بطن امك 9 شهور وكم يوم؟ 9 شهور، كنت قاعد بحجاب ولا بدون حجاب؟ قال بدون حجاب، ودي حاجة معروفة عقلا، ما في زول في زول بيلبس حجاب في بطن امه؟ ها ما في، انت لاقاكم بيبي لابس له حجاب في البطن؟ ما في كلام زي ده. طيب انت قاعد جوا هناك بدون حجاب وما قعدت يوم ولا يومين، قعدت 9 شهور ومبسوط ومقلوب، راسك تحت وكرعك فوق ومبسوط، امورك كلها تمام، والنفس تمام والتغذيه تمام، جمارك بعد 9 شهور و9 ايام بقى طفل،
بيشيلوا ما لابس حجاب، بيشيلوا بيخطوا وبيرفعوا بيرضعوا، لما يبقى كبير ويعمل له شنبات يقوم يجي يلبس حجاب، ده ما مخالف للعقل؟ مخالف. وإلا الحفظك جوا هناك ما قادر يحفظك برا؟ الجواب قادر. طيب ليه تلبس حجاب؟ ده نقاش عقلي بس. واحد سألناه وقال والله القرآن، قال أنا رابط قرآن ما رابط طلاسم ولا أي حاجة. أيوة، نقول لك أول شيء القرآن ما بيربطه، القرآن بيقروه، لأن ربنا قال وننزل من القرآن ما فيه شفاء. شفاء لجنه لما في الصدور، بتقرأ القرآن جوا في صدرك مش بتربطه برا. لقاكم زول مشى الصيدلية طلب كاف الجن، قال لي جيب كاف الجن بتاع صداع، أداه كاف الجن شريط كامل، دق الشريط ربطه في كيس وشال الكيس ربطه في رقبته، كده الكاف الجن بيشتغل؟ والله ما يشتغل لو ربطه 20 سنة. ليه؟ لأنه الكاف الجن ما محله هنا، كاف الجن محله وين؟ جوا في البطن، بيعمل مفعوله جوا. نفس الفهم، القرآن ما بيربطه برا، القرآن بيقروه جوا عشان يعمل مفعوله، لو ربطته برا ما بيعمل مفعوله أصلا، حيكون مربوط ساي. الناس اللي بيعلقوا القرآن والناس اللي خاتين قرآن في العربات قدام والناس المعلقين قرآن في البيوت ما بيحفظ يا ناس، ما بيحفظ. طيب فزول ده قال أنا رابط قرآن، قلنا له لما تخش الحمام محل قضاء الحاجة جوا قاعد تخش بيه ولا قاعد تقلعه برا؟ طبعا ما يقدر يخش بالقرآن جوا، مش كده؟ قال والله قاعد أقلعه برا. أيوة، قلعته برا وخشيت، لما انت جوا الحافظك منو؟ جوا هناك جوا محل قضاء الحاج، قال حافظني الله. طيب هو حافظك هناك ما يقدر يحفظك برا؟ يبقى الحجاب ما منه فائدة، مش كده؟ ما منه أي فائدة. وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث واحد نحل به مشكلة شعب كامل، لكن للناس اللي بيسمعوا والناس اللي بيعقلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود من رواية ابن مسعود، من تعلق تميمة فقد أشرك. دي كم كلمة؟ 4. من تعلق تميمة فقد أشرك، الموضوع انتهى. حديث آخر، إن الرقى والتمايم والتولة شرك. الرقى اللي هي الرقى، الرقية الماشرعية اللي فيها أسامي شياطين، فيها أسامي شنو؟ شياطين. مثال في كتاب اسمه أزاهير الرياض، تأليف عبد المحمود نور الدائم بتاع طابت، هو مؤلف الكتاب اسمه أزاهير الرياض. قال وكان الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه تعمرح بهناك في أمدرمان، يكتب لمن به حمى، يعني زول عنده حمى يقوم يكتب له شنو في الحجاب؟ يكتب شقش 2، شقموش 2، راعي المنخ 2، أبانوخ 2، العجل 2، الساعة 2. في رشدة زي دي عندكم في الطب؟ رشدة علاجية تعالج الحمى بالطريقة دي في؟ لكن دي شنو؟ دي أسامي بتاع الشياطين. دي أهل الرقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال شرك إن الرقى. التمايم يا أهل الحجبات. التولة دي حاجة بيسووها النسوان، يقول لك عشان تربط راجلة، مش كده؟ عشان تربط راجلة عشان ما يمشي عرس ثاني. دي تولة، شرك بالله تبارك وتعالى. كل ده حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرك. يبقى أعظم شيء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دايرين حاجة يا الله، نسأل الله أي حاجة، إن شاء الله شبطي ده انقطع أقول يا الله صلح لي شبطي، ولا ما ولا كده ما بيجي؟ بيجي. داير لي أي شيء بسأل الله تبارك وتعالى. إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأغلام وجفت الصحف. أنا لو عارف كلام زي ده مؤمن به، معقول أمشي أعلق لي حاجة؟ ولو ما علقت أكون خايف اليوم كله، خايف والله الليلة نسيت الحجابات في البيت، خايف. واحدين ممكن يرجعوا تاني البيت ينسى الحجاب تاني يرجع، يقول لك أنا لو ما لبسته الليلة أموري كلها بتكون معكسة. يا إخواننا ده كله من الشرك ومن العقائد الباطلة. الزول يربط قلبه بالله تبارك وتعالى. والجماعة اللي بيودوا أقلام الامتحانات للشيوخ، يقول لك نودي الشيخ، نودي له القلم،
وخليك من القلم، جيب الشيخ ذاته وقعده في البنش ده، هل بينجح؟ بينجح؟ والله ما ينجح. إذا كان هو ما بينجح معقول ينجح القلم؟ يا ناس الموضوع ده بسيط، أصله ما داير له كلام كثير. بركة شنو اللي بيخطها الشيخ في القلم؟ وجاب البركة ذاتها جابها من وين؟ عنده شوال بتاعت بركات؟ ولا عنده مخزن بركات؟ يجيب من وين بركة عشان يخطها في القلم؟ ها؟ والنسوان الما ولقوا الجنيات، واحدة ما لقت جنى، عرست واحد ما طلقته، ثاني عرست الثاني، ثاني طلق، ما لقت جنى. يلم فيها واحد مسلط يقول لا والله عندنا ناس هناك في اللي زي رقاب بحري ديل اخصائي جنى. والله يقول لك الولد بوقيتين ذهب والبنت بوقية ذهب، يقوم يسوق المسكينه يقول لها رح نوديك الى الشيخ عشان يدينا جنى. يمشي والله انا بديكم حقائق بعد ده على كيفكم، بديكم حقائق نحن بنعاني منها في المجتمع. يسوق المسكينه يوديها للشيخ، الشيخ طبعا بيعايل لها كده، اللي قال شينا بيقوم بيكتب لها بخرات وبيقول لها يلا مع السلامه بتلد ان شاء الله. اللي قال جميله بيقوم بيقول لها دي خليها عند ام الصبيان، خليها معانا يومين ثلاثه عشان ام الصبيان تبركها. المسكين يخلي مرته عند الشيخ ويمشي، معقوله يا اخواننا؟ معقوله الزول يكون يعني للدرجه دي؟ كيف يخليها عند الشيخ؟ يخليها ويرجع؟ بعد ذلك ممكن الشيخ يفعل بها الفاحشه. وكم من الاحداث جابوها في الجرائد، يقول لك شيخ في الحته الفلانيه اغتصب امراه، في ولا ما في؟ راقد بالكوم يرجع بعد فتره يقول له خلاص يلا سوقه، يمشي بعد فتره تجيب له ولد والولد ما حقه حق الشيخ، يقول لك الشيخ اداني ولد، ما اداك ولا اي شيء. فيا اخوانا دي كلها نحن لابد نحل الاشكالات دي. الجنة من عند الله تبارك وتعالى، ربنا قال كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بدس، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. كذب المقاييس بتاعت الدنيا، بالمقياس بتاع الدنيا، زول يوصل مرحلة زي دي معقولة يلد؟ مستحيل بالمقاييس حقت الدنيا. كبر وعظم رقة كسر وتملى الراس شيب والمرأة عاقر أصلا ما تلد، عاقر بالمقاييس دي كلها عندنا بمقاييس الدنيا الزول ده مستحيل يلد، مش كده؟ لكن الأنبياء ما بيعرفوا مستحيل مع الله تبارك وتعالى، ما بيعرفوا المستحيل. فهب لي من لدنك وليا، ربنا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، الله ادى ولد سماه له كمان. شفتوا كيف؟ هناك في سورة الأنبياء ربنا قال فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أصلحنا كيف؟ يعني ما كانت بتلد بقت بتلد. فالموضوع ده بسيط جدا، ده التوحيد، الزول يربط نفسه بالله عز وجل، أي شيء يطلبه من الله عز وجل، ما تمشي لأي زول ولا تطلب من زول شيء ولا تشيل بخرات ولا حجبات ولا ولا ولا، كل ده من الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن ده من أعظم الأسباب لمحبة الله عز وجل للعبد. وربنا إذا حباك الله عز وجل أنت ما فايز بعد تاني داير شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان باسمه فيحب أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فده فضل عظيم جدا. إنسان لو ربنا حباك هذا فضل عظيم، وبيحبك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن ذكرنا سبب واحد، والسبب ده لو قدرنا نحققه نحن فائزين والحمد لله، والأسباب الثانية كثيرة جدا، لكن لعل الزمن ما بيكفينا، لكن لو دي فهمناه وطبقناه إن شاء الله بتكفي بإذن الله عز وجل. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ونهى، أمر ونهى، قال كده ونهى عن كده، قال اعملوا كده وما تعملوا كده،
فده كله من أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعبد. طيب الكلام كثير جدا ولسه في مسائل ثانية ومسائل في الحجاب، ودي نصيحة لأخواتنا كلهم، كل أخواتنا القاعدين هنا والبرة، يتحجبا يلبسن الحجاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالحجاب في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ربنا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآيات. والسيدة عائشة قالت في قصة صف حادثة الإفك، كلكم درستوها في الثانوي، قالت: فلما رأيت صفوان خمرت عنه وجهي بجلبابي. قطت وجهها عن صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالنساء يحتجبن، ما ليش؟ عشان الله تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خلوا الحاجات دي خلوها لله بس، ما عشان أي زول. الواحد تحتجب وتنستر عشان الله يسترها وعشان تبعد من الأذى، ما يؤذوها السفهاء من البشر، أن الشوارع دي مليانة سفهاء ومليانة، ودي حاجات ما بتغيب عن الناس، والواحدة لو سترت نفسها الله بيسترها. فدي نصائح خفيفة جدا، لكن إن شاء الله إن مد الله في الآجال ممكن نكون عندنا تاني محاضرات وكلمات وجلسات. الفرصة مفتوحة للأسئلة. إذا كان في سؤال ممكن يتقدم عشان الشيخ يجاوب عليه إن شاء الله. كتابة أم مشافة؟ قال كتابة. كتابة. اكتبي فورك. الحمد لله والصلاة والسلام. السائلة تقول: فضيلة الشيخ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائط للدعاء لله. والسؤال الثاني: الرسائل التي بتجي للزول في وسائل التواصل الاجتماعي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائط للدعاء لله. ما فهمت والله، وسائط كيف؟ لا ما بيجوز. هي تقصد يعني نسأل الله بجاه فلان أو جاه فلان أو نعمل واسطة، مش ده قصدي؟ ده ما بيجوز، ده حرام. لا يسأل الله تبارك وتعالى بجاه أحد من الناس إطلاقا، من وجهين. الوجه الأول إنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله بمثل هذا أصلا. كل سنة، ما في حديث واحد صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيقول: يا الله إني أسألك بجاهي أو بجاه فلان أو فلان. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما بيجوز نسأل الله عز وجل بجاه فلان. طيب الوجه الثاني: لا يسأل الله عز وجل بجاه فلان، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده يعني جاه يتفضل به على الله تبارك وتعالى، لا، نحن عبيد وفقراء لله عز وجل. فأنا ما بس أقول يا الله بجاه فلان، لا، مع إنه الأنبياء جاههم محفوظ، لكن ربنا لا يسأل بجاه فلان ولا فلان. ربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بس الموضوع انتهى. ادعوني يعني ادعوني أنا أستجب لكم، الموضوع انتهى. أيوة نعم. والوساطات هي ذات من وسائل الشرك. المشركين ناس أبو لهب وأبو جهل وغيرهم أشركوا كيف؟ هل ما كانوا بيعرفوا الله؟ سؤال: هل ناس أبو لهب ما كانوا بيعرفوا الله؟ بيعرفوا. ربنا قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وربنا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى كانوا بيعرفوا الله، بل كانوا بيدعوا الله أحيانا يدعو منه الله، لكن لما يتضايقوا. في أواخر سورة العنكبوت قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله
مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يبقى كانوا بيعرفوا الله كويس، ومرات بيدعوا كمان. طيب مشركين كيف؟ مشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زل. بس ده الشرك بتاعهم. كان عندهم ناس معينين صالحين، الناس دي الصالحين بيقوم بيتقربوا بهم لله، قالوا دي الواسطة بتعيننا لله، لأنه الله ما بيقبلنا مباشرة إلا عن طريق وساطات. لما جعلوا بيننا وبين الله واسطة، ربنا سمى هذا الفعل شرك في القرآن، سماه شرك وسماهم مشركين وسماه كفر. فالمشركين لما كانوا يمشي ينادوا الميت، ينده الميت، هم يعلموا تماما أن الميت ده ما بينفع ولا بيضر، لكن بيقولوا نحن بنناديه نوصل له حاجاتنا، بعدها بيوصل لمنو؟ بيوصل لله، ده الشرك ذاته. فما في واسطة، ما في أي واسطة، باب الله عز وجل مفتوح الليل والنهار، ما بيحتاج لواسطة. رب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما في واسطة أصلا، ما في واسطة في الدعاء بين الخلق وبين الخالق تبارك وتعالى. السؤال: زول يعمل أشياء مع كامل قناعته أنها خاطئة، لكن غلبت عليه شهوته ويندم على ما فعله فيما بعد. والله ده بس يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم إنه الوقت الذي هو يعمل فيه هذه المعصية يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله يراه، وربنا يراه ومطلع عليه. إذا علم هذه المسألة وعظم الله تبارك وتعالى، بالتأكيد ما حيقع في المعصية، وإن قدر له ووقع يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. لكن ما الإنسان ما يفعل المعاصي، لأنه الموت قريب، الموت ما بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الموت أقرب لأحدكم من شراك نعله، السير بتاع الشبط اللي بيربطوا به الشبط ده، الموت أقرب لك من البتاع بتاع الشبط ده. فالموت قريب جدا، قريب خالص. فالزول لو عرف إنه حيموت في أي لحظة وعظم الله تبارك وتعالى في قلبه، فإنه لا يفعل المعاصي ويترك هذه المعاصي. السؤال: حكم كشف الوجه للمحارم المؤقتة؟ حكم كشف الوجه للمحارم المؤقتة ما بيجوز، حرام، لأنه المحارم نوعين، المحارم نوعين. والناس ما تستغرب لما نقول حرام مثلا، نسمع الدليل، نسمع الدليل، بعد الحكم يرجع إلى الدليل، ما لنا نحن. المحارم نوعين، في محارم مؤبدة وفي محارم مؤقتة، والمحارم مذكورين في سورة النساء. مثلا كالمحارم المؤبدة، الأم محرم مؤبد، الأخت محرم مؤبد، الخالة محرم مؤبد، العمة محرم مؤبد، والدة الزوجة، والدة منو؟ الزوجة، محرم مؤبد، بنت الأخت محرم مؤبد، بنت الأخ محرم مؤبد، الأخت من الرضاعة محرم مؤبد، وغيرها. ديل اسمهم محارم شنو؟ مؤبدين. يعني ما بيجوز لك إطلاقا تتزوج لا أمك لا أختك لا بنت أختك لا بنت أخوك، لا الليلة لا بكرة إلى يوم القيامة. واضح؟ ديل محارم شنو؟ مؤبدين تماما. في محارم مؤقتة، المحرم المؤقت مثال لذلك أخت مثلا بالنسبة للرجل، أخت الزوجة، أخت منو؟ الزوجة. يعني عندك زوجة أختها، دي بالنسبة لك محرم مؤقت لأنه عندها فترة زمنية معينة، ومحرم لك مؤقت كيف؟ لأنه في وجود أختها ما بيجوز لك تتزوج مع أختها، لأنه ربنا قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فحرام تجمع الأخت مع أختها، وحرام تجمع البيت مع عمتها، وحرام تجمع البيت مع خالتها. ديل كلهم محارم شنو؟ مؤقتين. بالنسبة للراجل ما يجوز له يصافح أخت مرته،
ولا يجوز له يصافح عمة مرته، ولا يجوز له يصافح خالة مرته، مع إنهم محارم لكن محارم مؤقتين. كذلك بالنسبة للمرأة، المرأة محرم مؤقت زي شنو مثلا؟ المرأة مثلا ما أذكر لي محرم مؤقت للمرأة ذاته، لأنه دائما المحارم المؤقتة بتجي من ناحية الرجال. أما بالنسبة للنساء فربنا قال في سورة النور، عشان نختصر الموضوع ده ونديكم الفائدة، المرأة تكشف وجهها وكفينا في سورة النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ده محرم نمرة واحد الزوج، أو أبائهن أبوها، أو أباء بعولتهن أبو منه أبو زوجها، ده المحارم مؤقتين. والد الزوج محرم مؤقت، يعني إذا مات الزوج مثلا واحد متزوجة واحد، والواحد ده عنده أبو، فقام ده مات، ما بيجوز للأبو يتزوج شنو؟ زوجة ولده. ده المحارم مؤبدين. أباء بعولتهن أو إخوانهن أخوها، أو بني إخوانهن أولاد أخوها، أو بني أخواتهن أولاد أخوتها، أو نسائهن، يعني النساء عموم، المرأة مع المرأة يجوز للمرأة تكشف قدام المرأة الثانية الزينة الظاهرة، الزينة الظاهرة. أما بالنسبة للعورة فحرام أن تكشف المرأة العورة أمام أخوتها، والمسألة دي بالإجماع كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. أما بالنسبة للكشف العادي مثلا الشعر، الساقين، اليدين، مثلا الوجه، الحاجات العادية، يعني اللي بتكشف قدام أخوتها في البيت ما في مانع تكشف قدام شنو؟ أخوتها اللي هي في الإسلام عادي، أخوتها العادية كلهم مسلمين مع بعض دي، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. دي هسي ما في ملك اليمين الآن ما موجود، لأنه مربوط بالجهاد، متى ما وجد الجهاد وجد ملك اليمين. تعرفوا ملك اليمين؟ تعرفوا ملك اليمين اللي هو يكون في حرب أو جهاد بين المسلمين والكفار، ينتصر المسلمين على الكفار، بعد ذلك بيقوموا بيشيلوا منهم مجموعة من الأشياء، بيشيلوا أموال وبيشيلوا أسلحة وبيشيلوا معدات، دي بيسموها غنائم، بيسموها شنو؟ غنائم. ومع الحاجات دي بيشيلوا ناس ذكور وناس إناث، ديل بيسموهم سبي، بيسموهم شنو؟ سبي. بعد ده بيجي الغائد بتاع المعركة بيوزع الغنائم والسبي على الجنود على حسب ما يرى هو، على حسب تقسيمه للجنود. يعني مثلا واحد، انت واحد من الجنود، يقوم يجي يديك 20 مليون مثلا من الغنائم، ويديك سلاحين عربيتين من الغنائم، ويديك معهم ثلاثة بنات تشيلهم كلهم وتمشي. البنات الثلاثة ديل بالنسبة لك انت اسمهم شنو؟ ملك يمين. ملك شنو؟ يمين. حكمهم حكم الزوجة واحد من غير وجود عقد زواج بيناتهم. دي واضحة يا اخوان؟ الدليل على الكلام ده ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأو دي للتأخير، يعني يا ده يا ده، فده اسمه ملك يمين. كذلك المرأة لو كانت في الجهاد، بعد ده الحاكم مثلا القائد بتاع الجيش يديها مثلا 10 مليون، ويديها عربية واحدة، ويديها ولدين ثلاثة، الأولاد ديل بالنسبة لها شنو؟ ملك يمين، لكن ما التعامل مع الأولاد ما زي الناحية الثانية، فهمتوا؟ يعني الولد عاملته مع ملك اليمين النساء زي زوجاته، لكن المرأة ما ديل ما زي زوجها، لأنه الزوج واحد، ما ممكن يكونوا 5 أزواج، مش كده؟ واحد بس الزوج، لكن ديل اسمهم ملك يمين، يعملوا شنو؟ يشتغلوا، يمشي يشتغلوا في السوق، يجيبوا لها قروش، يغسلوا لها الملابس، يمشي يشتغلوا كده وكده، اسمهم ملك يمين، هي مالكاهم في يده. ديل يجوز للمرأة إنها شنو؟ تكشف وشها وكفينا والحاجات العادية اللي ما فيها عورة، تكشف قدام ديل. فديل شنو؟ اسمهم ملك اليمين، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة، زي شنو؟ من الرجال أو الطب، زي زول الأهبل، زول شنو؟
أهبل ما بيفرق لك ذاته دمرة ولا طوبة، ما بيعرف، ما يفرق بيناته لأنه عقله ما كويس. ده بيسموه شنو؟ التابعين غير أولي الإربة. فزي ده ما مشكلة، المرأة تتكشف قدامه ما في مشكلة. أو نوع تاني معين، مثلا إنسان ما عنده رغبة في النساء أصلا، ما عنده رغبة في النساء، فده برضو شنو؟ يجوز للمرأة إنها تتكشف قدامه. أو الطفل، الطفل اسم جنس يشمل كل الأطفال، طفل صغير يجوز للمرأة إنها شنو؟ تتكشف قدامه. طيب لحد كم؟ لحد ما يبلغ سن كم؟ ما في سن معين، لكن متى ما بقى خلاص يعرف الحاصل المرأة براها بتميز. في أطفال لأنه ما نقدر نأخذ عمر معين، لو قلنا لك 10 سنين ممكن من 7 سنين يكون عرف الحاصل كله، فدي بتبقى ورطة. عشان كده ما في عمر معين، متى ما المرأة حست إنه الولد ده خلاص بقى يعرف إنه دي مرأة وكده وكده، طوالي تحتجب منه. ومتى ما كان صغير لسه ما بيعرف حاجة تتكشف قدامه التكشف العادي، التكشف العادي يعني الشعر والوجه وكذا زي ما ذكرنا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني زي الخلاخل الخلخال الآن موجود يلبسنه النسوان في الكرعين، لما تدق كذا بيعمل صوت بالواطة ويدخل فيه كعب العالي، الكعب العالي بتاع النسوان، لأنه نفس الحكم، لأنه ربنا قال ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنه أصلا المرأة إذا دقت بالخلاخل الواطة أي زول بينتبه لها مش كده؟ أما لو جات ماشي ساي ما في زول بينتبه لها. كذلك لو جات واحد بكعب عالي برا والمكان سيراميك كل الناس بيعرفوا إنه في مرة بيجا كك رك كك 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 مش كده؟ وما في راجل بيمشي مشي زي دي مرة. فعشان كده ربنا نهى عن هذا الأمر. ده بالنسبة للسؤال محارم المرأة ومحارم شنو؟ الزوج. خلاف ديل البقية كلهم ما داخلين، ود العم ود الخالة ود الجيران كلهم ما داخلين، ما محارم، لا تكشف قدامهم، لا تصافحهم في يدهم ولا تخلو بهم، ما تخلو بهم في حتة فيها خلوة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. حكم كشف اليدين والوجه والخروج بدون نقاب. الواجب على المرأة، الواجب عليها أن تحتجب وتغطي جميع البدن، ما تكشف أي حاجة لا وجه لا كفين. أما بالنسبة للحديث الذي ورد في الآية إلا ما ظهر منها، قالوا إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ملابس شفافة، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا يحل لها أن يظهر منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. الحديث ما صحيح، وعلق عليه ابن كثير في التفسير، نقل الحديث وعلق عليه. والحديث فيه رجل اسمه خالد ابن دريك، خالد ابن دريك هو الراوي الحديث عن أسماء. قال ابن كثير قال وخالد ابن دريك أصلا لم يدرك أسماء، ما أدرك شنو؟ أسماء بنت أبي بكر، فكيف يروي الحديث عن زول هو أصلا ما لاقاه ولا شافه ذاته؟ فده بيسموه مرسل في علم مصطلح الحديث. فالحديث أولا من حيث الإسناد، من ناحية الإسناد ما صحيح، من حيث المعنى كذلك ما صحيح. كيف أسماء تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ملابس شفافة؟ الكلام ده بيجي كده عقول كده. أسماء أخت عائشة رضي الله عنه بنت الصديق رضي الله عنه تخش على النبي صلى الله عليه وسلم ولابسة ملابس شفافة؟ مستحيل الكلام ده. ولو ثبتت الرواية، لو ثبتت الرواية فهذا يكون قبل نزول الحجاب، قبل نزول شنو؟ آيات الحجاب. الواجب على المرأة أن تحتجب. ونحن والله قلوبنا ما أطهر من قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نساءنا ما أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ما في مرة على وجه الأرض والمريخ وعطارد وزحل، لو في نسوان هناك ما في مرة زي منو؟ زي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كله الله قال لهم شنو؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شوفوا التعليمات دي لمنو؟ لنساء زيهم في الدنيا ما في، ما في. لأنه في واحد تقول لك والله أنا قلبي نظيف وما عندي أصلا نوايا سيئة ولا عندي نوايا، لا قلبك ما أنظف من قلب السيدة عائشة أصلا، مستحيل، ولا أنظف من أم سلمة ولا أنظف من حفصة رضي الله تعالى عنهن. بعد كل الله قال لهم كده، قال لهم لا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول اللي هو المرأة تكسر صوتها عشان تلفت أنظار الرجال، يكون ده الصوت ما بتاع الحقيقي. في الوهم ده في الجامعات موجود والله، واحدة تكون جاية ساكنة في ليبيا كورور تربط مكانة واحدة في المنشية، مع احترامنا لناس ليبيا كورور، ما ممكن يا اخوانا، فتتكسر ده ما صوت الحقيقي والله، تكسر كلامه ليه؟ عشان تعجب الرجال، عشان تعجب الرجال، ده ما بيجوز. ربنا قال فيطمع الذي في قلبه مرض، الناس زي ما كلهم واحد، في زول بيميل بس مجرد الصوت ممكن يميل للمرأة، فده ما كل واحد. وقال لهم وقرن في بيوتكن، القرار يعني السكون والثبات، الأصل والواجب على المرأة إنها تكون وين؟ في البيت، وتخرج الحاجة والضرورة، لو في حاجة أو ضرورة دائرة تطلع تتعلم مثلا بالضوابط الشرعية ما في مشكلة، دائرة تطلع ماشى أي محل ماشى زيارة بالضوابط الشرعية ما في مشكلة، لكن الأصل إنه المرأة تكون وين؟ تكون في البيت. القعدة في البيت منو نحن؟ الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما نحن والله، لو كان نحن كان يبقى الموضوع فيه نقاش. الله قال كده، قال النسوان يقعدن في البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في جاهلية زمان ما بيلبسوا طرح، تخد الطرحة كده في كتفة وتربط الخلخال، ده تبرج الجاهلية الأولى. فربنا نهى نساء النبي رضي الله عنهن من هذه الأمور. إذن الواجب على المرأة إنها شنو؟ تستر جميع بدنها، تستر جميع شنو؟ بدنها، وده فيه خير لها هي. السائلة تقول إذا والد المرأة يرفض فكرة النقاب، إذا والد المرأة يرفض فكرة النقاب هل تخالفه وتنتقب؟ هل تدخل في حكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ نعم، أولاً ليه بيرفض؟ ده ما سؤال، لماذا يرفض؟ أليس مسلماً؟ فأول حاجة تناقش البيت ذاته، تناقش أبوها بالراحة، تقعد معه تقول له أبوي أنت رفض الموضوع ده مالك؟ تجيب له الآيات تقول له والله قال كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يقول لك لا أنت كانت نغبتي، بيقولوا بقيتي أنصار سنة أو بقيتي مع ناس فلان، يقول له يا أخي أنا ما معيز ولا أنصار سنة لا أنصار مهدي ولا كلهم، أنا ما معزول، أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا ما تتنغبي، لو تنغبتي بيقولوا عليك متخلفة. يقول له يا أبويا خليهم يقولوا، لو قالوا ما بيضروني بشيء. يقول لك لا ما تتنغبي، لو تنغبتي ما بيجيك عريس. يا أبويا أخي العريس كان دار يجي الله بجيبه، النغاب ما بيمنع عريس والنغاب ما بيجيب عريس، ولا ما كده؟ فتناقشوا بالراحة برواقة، تناقشوا بالراحة، ما تمش تتعلى على أبوها، وأنت أبويا اللي عرفك شنو؟ وأنت أنت قريت كلام الله؟ وانت ما بتعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما تتعلى على ابوه، تناقشوا بالراحه، تديه الادله من القران ومن السنه، ولو عنده شبهات في راسه تنظف له الشبهات تماما. بعد ده كله لو رفض فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. السائله تقول ما حكم لبس البنطلون او البنطال للفتاه في المنزل؟ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في فتاوى في رسالة الحجاب منع هذا الأمر. لماذا؟ لأنه فيه تشبه بالرجال، ومعلوم أنه البنطال للرجال، بنطلون للراجل، فما بيجوز للمرأة تلبس بنطال لا داخل البيت ولا خارج البيت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وده من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليه لعن. فما بيجوز للمرأة تلبس البنطال لا في البيت ولا برا البيت، وده كلام الشيخ
ابن عثيمين عليه رحمة الله. السائلة تقول: هل يجوز أن أطلب من الصالحين الدعاء؟ مثال: أن أذهب إلى شيخ وأطلب منه أن يدعو لي بالنجاح. أول حاجة الصالحين، نحن ما بنعرف فلان صالح ولا ما صالح، نمرة واحد، لأنه الصلاح ده مربوط بالقلب، مش كده؟ يعني زول الصالح ده بيعرفه الله، نحن ما بنعرفه، أو يعلم به الله، نحن ما بنعرف ده صالح ولا ما صالح. وربنا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى محلهم القلب، ما بنجزم أصلا إنه فلان ده صالح وفلان ما صالح، إلا ما جاء في القرآن وفي السنة. ثبت في السنة نقول طوالي صالح، أبو بكر الصديق صالح، عمر بن الخطاب صالح، الصحابة كلهم صالحين. عرفنا من وين؟ من الدليل، من القرآن والسنة. أما من الصحابة وإنت نازل جاي ماشي كده في الأمم، باقي الأمم أو باقي لا 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 القرون إلى يوم القيامة، ما بنجزم إنه فلان صالح أو فلان ما صالح. لكن أحيانا قد تظهر من شخص علامات الصلاح، بيصلي صلوات الخمسة في الجامع، زول لا ما عنده مشاكل، زول ما بيأكل حق الناس، وزول كويس مع الناس، دي علامات بتاعت شنو؟ بتاعت صلاح. فده نقول نحسبه صالح، نحسبه صالح، وما في إشكال نطلب منه يدعو لنا، ما في إشكال نطلب منه يدعو لنا. لكن ما أمشي لي لشيخ معين أركب له من هنا لحد بحري مثلا، أو من هنا لحد الشكينيبة في المناقل دي، عشان أمشي أقول له أدعو لي؟ معقولة؟ مين يعني؟ ما لقيت لي زول من هنا للشكينيبة، ما لقيت لي زول في الشارع ساي كويس إلا الزول ذاك، ما ممكن. فممكن أسأل أي زول. وأكثر حاجة يا إخواننا الزول يسأل الوالد والوالدة، دي مسألة مهمة، لا تركبي لا تمشي لا تجي، أبوك وأمك أسألهم يدعو لك، لأنه دعوة الوالد لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده أفضل دعاء، دعوة الوالد لولده. طيب، السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز المحادثة مع الأولاد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ مثال: مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنسبة للزمالة نتواصل كيف؟ لأنه في حاجات مشتركة. حاجات زي شنو مشتركة؟ حاجات زي شنو؟ حاجات دي ما تحتها في 100 خط بالقلم الأحمر. فحاجات زي شنو؟ أول حاجة بالنسبة لمحادثة الرجل مع المرأة، إذا كان لأمر من الأمور وما في خضوع في القول وكذا، ما في إشكال، لأنه لا 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 كان الصحابة بيجوا بيسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيدة عائشة تتكلم أحيانا مع مسروق ومع غيره من التابعين، ما في مشكلة. يعني ما في مشكلة إذا جاءت وطلبت من ود مثلا حاجة معينة في الدراسة وكذا، ما في مشكلة. لكن الإشكال في المواقع بتاعت التواصل دي اللي بيجيب البلاوي، ناس ما فيسبوك وما تعرف واتساب وشنو بتاع، أيوة الواحد يكون قاعد هنا في الجامعة بس يرجع البيت ويخش الواتساب يقول لك دار أسألها، أنت ما سألتها ليه في الجامعة أصلا لو في سؤال؟ فدي كلها بتدخل مداخل للشيطان، وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشغلة دي أنت ما بتضمن نفسك، ممكن سؤال من هناك سؤال ومن هنا إجابة، والشغلة تمشي، الشغلة ما بتمشي، ما بتقف في عيد توعد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. هاي اتغديتوا بشنو؟ يا أخي أنت مالك، أنت مالك اتغدت بشنو؟ ديك تقول لي: والله اتغدينا بامبامية. يا سلام، والله أنا برضو بحب البامية بالله. يا يلا الشغلة فتحت خلاص، بامية بس تجيب لها بلاوي. فإخواننا ما بيجوز الشغلة دي، ما بتجوز. الإنسان يحفظ نفسه ويحفظ دينه، وما تستعجل انت سمع تتزوج، انت مستعجل مالك؟ وذاته هسي ذاته امشي اتزوج، امشي اتزوج هسي، المشكله شنو؟ والله في شباب كتار قادرين على الزواج، لكن الواحد داير يلف ويدور يقول لك: والله لسه ما كبرنا. انت شنب قام داير تكبر لحد 200. امشي طوالي كلم ابوك قول له: والله انا داير بيت فلانه دي، امشي طوالي خبط الباب وخش وتزوج ويعقدوا لك، وان شاء الله ربنا بييسر لك امورك. السائلة تقول: هل إذا لمست أو لمست جسد مريض رجل لسبب امتحان أو لغرض التعليم، هل تكون ارتكبت إثم؟
لا ما بتاكل لأنه دي للضرورة والضروريات تبيح المحظورات. دي للضرورة والضروريات تبيح المحظورات. لكن الأفضل والأولى في المستشفيات إنه الراجل يعالجه طبيب والمرأة يعالجها تعالج مرزية. ده الأفضل. أنه أحيانا ذاته المريض قد يتعلق بالدكتورة ذاته، ممكن يتعلق بها بلمسة بس، تديه عقنة خلاص يتعلق بها، يقول تاني ما باخذ عقنة إلا من دكتورة فلانة دي. فدي مشكلة. الأفضل والأولى المريض ده يعالجه دكتور راجل والمرأة دي تعالجها مرأة دكتورة. وإلا أصلا الفايدة شنو بيقروا بناته أولاد طب؟ الفايدة شنو؟ المفروض الشغلة تبقى كده والنسوان يستلموا في الطب المجال بتاع النساء والتوليد، ما يخلوا للرجال راجل يجي يشتغل نساء وتوليد. الراجل يكون مع حل الرجال بهناك، يمشي يشوف لهم مسالك بولية، يشوف لو أي حاجة داري يشوفها. لكن المرأة تكون في النساء والتوليد وفي أمراض النساء، عشان المرأة لو مرضت تمشي تتعالج عند الدكتورة المرأة. فدي ده جواب السؤال. نعم. السائلة تقول: هل يعتبر العباية والطرحة حجابا إذا كانتا واسعتين وساترتين؟ هل يعتبر تعتبر العباية والطرحة حجابا إذا كانتا واسعتين وساترتين؟ وما هو الجلباب المقصود؟ بالنسبة لشروط الحجاب، ما الموضوع ما موضوع عباية أو غير عباية. أول حاجة يكون ساتر، جلباب يكون ساتر، ساتر المرأة، ساترة من فوق لتحت جميع البدن، وما يكون شفاف، وما يكون فيه نوع من الزينة الذي يلفت الأنظار، وما يكون بيشبه لباس الكفار، لباس الكفار أو الكافرات. فدي شروط بتاعت الحجاب أيا كان نوع القماش. فبالشروط دي ما يكون شفاف، وما يكون ضيق، وما يكون بيشبه لباس الكافرات، وما يكون فيه زينة في نفسه في زين. ده شروط الحجاب. السائلة تقول: السدس الأخير من الليل الساعة كم بالضبط؟ قسم الليل على ثلاثة بس، آخر ثلاثة، آخر تلت. الليل بيبدأ من الساعة كم؟ 12. كيف؟ ستة، من ستة ما غابت الشمس خلاص ده الليل. فشوفوا من ستة لحد الفجر ستة، من ستة لستة قسموا على ثلاثة، آخر تلت يهود التلت الأخير. السائلة تقول: هل السفر لمدة 5 ساعات بالباص هل يحتاج إلى محرم؟ وإن لم أجد هل يلزمني ترك السفر؟ نعم، طالما سمي سفرا يحتاج لمحرم، طالما سمي سفرا ولو 3 ساعات. مدني الآن ساعتين وسفر، مش كده؟ بتقول أنا مسافر مدني، مسافر مدني. فما عرف في العرف بأنه سفر ده بيحتاج، المرأة بتحتاج لمحرم، تحتاج لمحرم، ما تسافر بدون محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافرن امرأة من غير محرم. وقال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن إلا مع ذي محرم. إلا إذا وجدت ضرورة قصوى، والضرورة عند حكمة، ضروريات تبيح المحظورات، دي قاعدة فقهية معروفة. أما غير كده سفر عادي ماشي وجاية. فلا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها، المحارم المعروفين. السائلة تقول: أنا ما بصافح بس ما من أنا ما بصافح بس ما من زمان قريب ده، إذا فالأهل ما متعودين، أبوي لما يجون ضيوف بيخليني أسلم عليهم في يدهم، هل أنا أسمع كلام أبوي ولا أخالفه؟ ولو سمعت لكلامه بيكون عندي ذنب؟ ده جاوبنا عليه السؤال، ده جاوبنا عليه لأنه بيشبه السؤال الجبل. بعدين أنا حتة إنه بيخليني أسلم عليهم بالقوة، كيف يعني؟ بالقوة بالصوت يعني مثلا؟ ولا بيجرها كده من رقبته يقول لها تعال سلمي؟ ما بعرف أنا كلام زي ده يخليها تسلم على الضيوف بالقوة، ما بعرف كلام زي ده. فعموما ما بيجوز أصلا، ما تطيع زوجها، ما تطيع أبوها في هذا الأمر، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. السائلة تقول: حكم الذبح
للميت وحكم ختم القرآن له، هل يجوز له ويقبل الذبح للميت وحكم ختم القرآن، الختمة للميت هل يجوز وهل يقبل؟ لا، ده ليس من السنة، هذه من البدع، هل هو الختمة والضبيحة يسموها الفاتحة عندنا في السودان، ثلاثة أيام بعد الوفاة يقول لك الليلة الفاتحة، واحدين بيطبحوا وبعدين بيعملوا الرز بلبن، واحدين بيعملوا زلابية بشاي لبن، كله ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الاجتماع للدفن، الاجتماع بعد الدفن من كبائر الذنوب، الاجتماع بعد الدفن من كبائر الذنوب، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى، قال كنا نعد الاجتماع بعد الدفن والصنع الطعام من النياحة، من النياحة، الميت دفنه اي واحد يفوت طوالي يشوف شغلته، ما في حاجة اسمها جيبوا الصيوان وجيبوا الصبارة ومشي جيبوا التلج وسووا، كل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الأمر بالنائحة، النائحة دي اللي بتشرط الملابس وتكب التراب في رأسه لمن يموت ميت، هذه اسمها نائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب، لو ما تابت جعل لها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب، درع في الرقبة هنا وسربال من قطران، فما ما بيجوز يا أخوانا لا الاجتماع ولا يجيبوا صيوان ولا يعملوا طعام ولا فاتحة ولا كله ما بيجوز، ما بيجوز. أما بالنسبة للناس اللي بيجيبوا شبهة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، أيوة اصنعوا لآل جعفر، مش آل جعفر هم اللي بيسووا الطعام، لا يعني لو مات ميت ناس الحلة يسووا أكل لناس الميت، لكن الليلة بيحصل العكس، ناس الميت هم اللي بيسووا الأكل لناس الحلة، فده كله حرام ما بيجوز. أما بالنسبة للقرآن ما بيصل للميت، لا يصل الميت للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا الصالح يدعو له أو صدق جارية أو علم ينتفع به. نعم. السائلة تقول ما حكم صوم الست من شوال قبل قضاء رمضان، ولو قرأت آية بها سجدة في مكان عام أو مواصلات ماذا أفعل أو أقول؟ نعم. ما حكم صوم الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ والسؤال الثاني لو قرأت آية بها سجدة في مكان عام أو مواصلات ماذا أفعل أو أقول؟ صيام الستة من شوال النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة القادمة أو السنة الماضية، فهو من السنن المستحبة بعد رمضان يصوم الإنسان، بنسميه سُتوت ستة من شوال. أما بالنسبة للإنسان عنده قضاء هل يصوم السُتوت أول أو رمضان أول، العلماء اختلفوا فيه، والأمر هنا واسع، لو دار تصوم ستة أول أو دار تقضي أول، الأمر واسع إن شاء الله. أما بالنسبة لسجود التلاوة فليست واجبة، سجود التلاوة أصلاً ليست واجب بل هي سنة، فالإنسان إذا كان في المواصلات ومر بسجد التلاوة ما يسجد، ما يسجد لأنه ليس واجباً أصلاً. السائلة تقول ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، وما هو الواجب علينا فعله ونحن ندرس في جامعة مختلطة؟ والسؤال الثاني ما حكم العمل في المجال الطبي مع العلم بوجود الاختلاط في المستشفى؟ والله هذه مصيبة، نسأل الله العافية، هذه مصيبة والله، اللي هو الجامعات المختلطة دي مصيبة الآن نحن ابتلينا بها هنا في بلدنا دي بالذات، فما تجد نادر ما تجد جامعة مفصولة، تلقى الجامعات كلها مختلطة وكذا، وإن كان أصلا لابد فالمرأة الواجب عليها تلتزم بالضوابط الشرعية، تلتزم بالضوابط الشرعية، فحتى المرأة إذا كانت في جامعة مختلطة الأولى والأفضل، لو لقت جامعة ما مختلطة ده الأولى والأفضل، الأولى والأفضل، وده أحسن منه ما في أصلا، لكن إذا كان أصلا لابد فتلتزم بالضوابط الشرعية، إذا كان في جامعة ولا في المجال الطبي، في المجال الطبي، وفي النهاية الإنسان بيعرف يضبط نفسه، إنسان بيعرف يضبط نفسه. السؤال الأخير تقول السلام عليكم يا شيخ، كل الدعاة يدعون إلى ترك النداء والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى،
تعليل في ذلك بجهل الناس وعدم معرفتهم للحق ووجوب دعوتنا له. طيب، الشيخ نفسه الذي يفعل هذه الأشياء من صنع تمائم وغيرها أيضا جاهل ويعتقد أنه بذلك يرضي الله لجهله، والمقصود هنا الشيخ الصوفي الجاهل لا الدجال، فما التصرف؟ والله الشيوخ منهم من يجهل ومنهم من له مصالح معينة، إما جمع مال وإما جمع الناس إليه. فأما بالنسبة للحكم على الشيوخ، مثلا الشيخ اللي بيفعل هذه الأشياء فما بنحكم عليه مباشرة إنه كفر مثلا أو خرج من الملة أو صار مشركا إلا بعد إقامة الحجة عليه، يبين له الحجة. قد يكون عنده شبهات، قد يكون عنده شبهة، نقول له مثلا التمائم حرام، يقول لك أبو هريرة كان معلق تميمة، دي عبارة عن شبهة، فلا بد نحل له المشكلة. نقول له يا أخي والله الرواية التي جاءت إنه أبو هريرة أو ابن عمر كان بيعلق تميمة رواية غير صحيحة، فهذه الشبهة التي عنده تمنع من الحكم عليه. والعذر بالجهل من الدين ومن الإسلام، من الدين ومن الإسلام. أختم الصلاة. كويس. معليش الصلاة. خلاص، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لعل الصلاة قد أتى وقتها، ونلتقي إن شاء الله إذا مضى الله في الأجال في محاضرة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.